مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب شوف تي في. أجواء حزينة من أمام المنزل، الشاب اللي تقتل على يد الصديق ديالو في منطقة أناسي. في وقت قياسي منفذ الجريمة في قبضة الأمن، يعني أجواء حزينة من أمام منزل الشاب اللي تم القتل ديالو من طرف صديق ديالو في منطقة أناسي. إن لله وإنا إليه راجعون. تجمع الجيران والأصدقاء، من أمام منزل الشاب اللي تخضر من طرف الصديق ديالو بجنوية ومات في مستعجلات ابن رشد. جو حزين من أمام المنزل، الشاب اللي قتلو صديق ديالو في منطقة أناسي. إنا لله وإنا إليه راجعون. الشاب وفاته المنية مستجدات ابن رشد. بكاء العائلة في اللحظات السابقة. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. المشاهد محزنة من أمام منزل الشاب اللي مات مغدور من طرف الصديق ديالو. الشاب ساكن في حالة هستيرية كما كتسمعوا. أصدقاء مصدومين من هذا الشيء اللي وقع لهذا الشاب من طرف الصديق ديالو. إنا إليه راجعون. مباشرة معكم من الدرب والمنزل، الشاب اللي تعرض لطعنة من الصديق ديالو
توفى مستعجلات بن رشد. في وقت قياسي تم القبض على الجاني الملقب بالعظامة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا البث، وإلى اللقاء.